لما تشوف كمية الدعم والحب من كل الناس دي، أكتر من 3000 كومنت شخص كاتب لك احنا معاك، احنا بنحبك، احنا في ظهرك، كل الكومنتات كده زي ما انتوا شايفين، كل الناس دي تعرف ان يعني حقيقي انا مش عارف ازاي ارد لكل الناس دي، الناس اللي وقفت جنبي، الناس اللي دعمتني، الناس اللي سندتني بكلمة. حقيقي شكرا لكل شخص كتب كومنت، شكرا لكل شخص عمل لايك على الفيديو، شكرا لكل شخص كتب لي كلمة حلوة، كلمة من قلبه. انا حقيقي يعني مش عارف ارد لكم كل الحب ده ازاي، فمن كل قلبي شكرا ليكم، شكرا لكل الناس، شكرا جدا على الدعم، وان شاء الله اكون عند حسن ظن كل الناس دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة يا شباب، فيديو هيكون ان شاء الله بعد تبنيت حسابي الاول، وشكرا لكل الناس، شكرا ليكم بجد، شكرا ليكم على الدعم، شكرا لكل الناس. ناس كتير كلمتني على الانستجرام، ناس عملت لي منشن، ناس قالت لي كلام حلو في الكومنتات، شكرا لكل الناس دي. فكانت يعني اقل حاجة اقدمها لكم امبارح، اللي هو امبارح بالامس يا شباب، نزلت كل الكودات اللي كانت عندي على انستجرام، وناس كتير جدا فرحت بيها، فرحت ناس كتير جدا. وكنت اتمنى يا شباب ان انا اسعد كل شخص طلب مني كود، كل شخص يعني حقيقي شكرا ليكم. على قد ما قدرت عملت ونزلت كل الكودات اللي معايا، ما عنديش دلوقتي اي اكواد، ان شاء الله في خلال الايام دي هينزل اكواد جديده، دفعه جديده من الاكواد، وان شاء الله نبدا في توزيعها معاكم. دي اقل كلمه شكر تتقال للناس اللي بتدعمني، الناس اللي بتحبني، الناس اللي واقفه في ظهري، شكرا لكل الناس، شكرا شكرا ليكم. انا مش عارف ازاي ارد لكم كل الحب ده، فحقيقي شكرا ليكم جدا. فيديو النهارده يا شباب، عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، فيديو النهارده هيكون استعراض حسابي، او هتشوفوا حسابي الجديد. ناس كتير طلبت حسابك، وريني حسابك الجديد، فانا ان شاء الله اوريكم حساب بتاعي الحالي في الشراكه، الحساب اللي انا بلعب بيه حاليا بعد تبنيت حسابي الاول، وراح الغالي راح يعني زي ما انتوا شفتوا، فخلاص يعني اللي راح راح واللي عدى عدى، فخلينا في دلوقتي ان شاء الله. فتابعوا معايا الفيديو للنهايه عشان تشوفوا معايا كل حاجه. خليها كده، ندخل الاول ونستعرض الحساب. حساب يا شباب فيه كل الفاير باصات الموجوده في اللعبه، ما عدا اول اربع الفاير باص الرابع، الفاير باص السابع ما عنديش، بس السكن البنت يعني في الفاير باص السابع ما عنديش سكن الولد، في كل حاجه حرفيا زي ما انتم شايفين كده. فانا مش هقعد استعرض لكم كل الحاجات دي كده عشان ما تملوش، هيكون استعراض سريع كده معانا مع بعض. في سكنات نادره جدا، في حاجات كتير يا شباب من مميزات الشراكه، حاجات كتير جدا جدا. ده الفاير باس التاني زي ما انتم شايفين، ده الفاير باس التاني. اوكي، فمش هعمل لكم استعراض اللي هو ممل الناس تمل منه. ده الفاير باس الاول زي ما انتم شايفين، ده الفاير باس التالت. بالمناسبه يا شباب، الفاير باس التالت بقى هو صوره القناه الرسميه، اكتبوا لي رايكم عن الصوره الجديده واللوجو الخاص بيه القناه. ده الفاير باس، اوكي ده الفاير باس بتاع الفراعنه. اوكي زي ما انتم شايفين، حساب يا شباب مش ناقصه اي حاجه غير الفاير باس الرابع والفاير باس السابع، معايا سكن الولد البنت بس عفوا، وباقي الفاير باصات والتامن كمان مش موجود بس، ومن بعد كده كل حاجه موجوده في الحساب. فانا عشان ما تملوش معايا اعمل لكم استعراض سريع كده، واكيد انتوا بتشوفوا فيديوهات الاستعراض وعارفين دي بتاعت ايه ودي بتاعت ايه ودي بتاعت ايه كده، فنعمل لكم استعراض سريع. خليها لبس الساكورة كده احسن. اوكي، دي كل حاجة موجودة في الحساب. حساب ليفل 80، ليفل 78، 80 يا ريت كان 80، ليفل 78 زي ما انتم شايفين كده، وموجود في كل حاجة، وفي حاجات كتير جدا نادرة موجودة في الحساب، وسكنات الولد، سكنات البنت بتاعت الفاير باصات، في سكنات الكريمينال. ده استعراض سريع يا شباب، عشان انا عارف الناس يعني الفيديوهات الاستعراض بتاع الحساب دي بتكون مملة لو قعدت تلبس كل حاجة، وفيها تضييع وقت على الفاضي.
دي الحاجات اللي هي بتتلبس على بعض كاملة. دول التلات سكنات الكريمنال الموجودين. طبعا الاصفر والازرق دول لسه مطلبتهمش، عادي اطلبهم في اي وقت وجودي. دي سكنات الكريمنال الموجودة في الحساب زي ما انتم شايفين كده. ف زي ما انتم شايفين شباب، في معايا 24000 جوهرة وليفل 68، الشريط الفاير بساط كامل كله اصفر زي ما انتم شايفين. كلان البوليس طبعا لسه مغيرتش الليدر، ان شاء الله النهارده اغيره. البروفايل ده شباب زي ما انتم شايفين 11000 كيل، 22000 كيل. طبعا انا كنت مستلمه حوالي 18000، لا حوالي 16 او 17000 مش فاكر كده بالظبط. ده بروفايل السيزون الحالي. اوكي نطلع اوريكم الشخصيات اللي موجودة في الحساب، تقريبا موجود كل الشخصيات. اوكي ندخل على الشخصيات، تقريب كل الشخصيات الشباب، واغلب الشخصيات ليفل ماكس ما عدا الشخصيات اللي انا مش بستخدمها. شخصية زي دي مش بستخدمها، الفارو او شاني دي مش بستخدمها، فمش بمكسها لاني مش بلعب بيها. ده طبعا الاسطورة كلا بمكسه على الاخر. فمش كل الشخصيات موجودة ما عدا الشخصيات اللي انتوا شايفينها دي مش بستخدمها، عادي ممكن نجيبها معاكم دلوقتي في الفيديو، لكن مش بحاجة ليهم يعني، ما بفضلش الشخصيات دي. ندخل على الأسلحة. هنا الاي كي دراجون متطور ليفل ماكس. طبعا انتوا عارفين ان الاي كي عشان تطور ليفل ماكس بتحتاج 16000 جوهرة، فده الاي كي، ودي الرقصة كمان بتاعته متطور ليفل ماكس ليفل 7، وقريبا ان شاء الله ينزل حاجات كتير جدا يا شباب. في ام بي 40 جاي في الطريق هيكون مع الحاجات دي، يلا تسريب مع الاستعراض. في ام بي 40 هيكون مع الاسكنات اللي شفتوها اللي هي بتتطور دي، الحيوانات موجوده معايا برضو. انا بص يا شباب عشان افهمكم، انا اي حاجه اقدر اجيبها في الحساب، لكن انا مش بشغل دماغي بالحاجات دي. ممكن حتى ممكن تدخل هنا في اللوكر رويال تلاقي السكن مش معايا، بصوا كمان السكن مش موجود معايا. فحاجات انا مش بشغل دماغي بيها ممكن اجيبها على اخر يوم وحاجه زي كده. دي الرقصات اللي موجوده في الحساب اللي انتوا شايفينها دي، في رقصات كتير جدا مش موجوده لاني شاري الحساب جديد. فعايز كل الناس يا شباب اللي بتشوف الفيديو ده تنزل تحت تديني تقييم للحساب، ايه رايكم في الحساب. دي سكنات العربيات، اوكي كل سكنات العربيات موجوده، حتى كمان شايفين الحاجات دي انا مش مركبها لاني مش بهتم بكل الحاجات دي. الشنط طبعا، شنطه الفاير باص العظيمه دي اجمد حاجه في اللعبه، هي الشنطه بتاع الفاير باص دي، بعديها دي، ومن بعديها دي، ودي طبعا اللي هي نزلت وكل الناس خدتها. فيعني حاجات جامده جدا، وشنطه التنين زي ما انتم شايفين، كل حاجه موجوده في الحساب ده. طبعا اعظم اسمه ايه اللي هو سكور بورد بينزل عليه، هو ده سكوتر اللي انت بتنزل عليه، ده اعظم حاجه نزلت في اللعبه اللي هو بتاع الفاير باص الثالث. الباقي كل اللي انتوا شايفينه ده العادي جدا. اللوت بوكس طبعا مفيش اجمد من بتاع الفاير باص ده، فاير باص الاول، فاير باص الساكورا، كل حاجه موجوده زي ما انتوا شايفين. دي الباراشوتات اللي موجوده في الحساب، الافاتار زي ما انتوا شايفين، كل دي الافاتارات الموجوده. طبعا ده بتاع اليوتيوبر بتاع الشراكه، بانر اليوتيوبر النادر، ودي البانرات، دي الاولى كانت الصوره ودي البانر زي ما انتوا شايفين كده. دي الصوره البانر، والافاتار كان الصوره. اوريكم الاسلحه اللي موجوده في الحساب برضو، ما عنديش اهتمام لسكنات الاسلحه غير الاسكنات اللي انا بستخدمها. يعني مثلا الام 4 ممكن تلاقيني معايا سكن ده بس، مش محتاج اكتر من كده، عكس الحساب الاول. الناس اللي شافت معايا الحساب الاول يا شباب شفتوا طبعا ان انا كان معايا كل حاجه حرفيا من سكنات اسلحه وسكنات لبس، طبعا ما عدا الفاير باصات الاولى. يعني اذا خدنا الحساب الحاجات اللي موجوده في الحساب الاول على نضيفها على الحساب ده مع الفاير باصات الاولى، كان هيبقى اعظم حساب حرفيا في اللعبه، ومع وجود طبعا الكام فاير باص اللي ناقصين. دي سكنات الاي كي الموجوده، الام 14، السكار، كل دي الجروزه، السكنات دي، الاس كي اس، السكنات دي، الام 249، السكنات دي طبعا السلاح ده اللي هو ب 100 طلقه، للفماسات ده السكنات الفماس، ده احسن سكن للفماس،
درجانوف حتى معايا سكنين اتنين. هنا الاكس ام ويت ده السكنات الموجودة، طبعا احسن سكن ليهم ده الام 60، احسن سكن ده سكنات الاي ان 94، دول السكنات اللي انتوا شايفينها مش مهتم بيه كمان. والباقي الاس ام جي زي ما انتوا شايفين، دي سكنات اسلحة الاس ام جي الام بي 40 دول ب90. اوكي شوتجن، دي الشداجن الموجودة بس الشوتجن موجود السكنات النادرين، الاوم سكن الجامد ده، الكار بتاعت سكنات دول، ودي البستولي كل سكنات البستولي الموجودة في اللعبة. دي البوكس حتى مش عندي، ما كانش في الفترة اللي انا كان معايا الحساب فيها اعتقد، ومش عارف ايه اللي جابه. دي العصاية بتاعت الفاير باس التالت، الجرينات، في الجرينات يا شباب الجامدة دي بتاعت الفاير باس ايه ده، ايه اللي مركب الجرينات دي؟ دي الجرينات دي يا شباب اجمد جرينات انا شايفها في اللعبة. الجلو وول زي ما انتم شايفين 9 سكنات للجلو وول، سكن الكروز بو نادر، سكن اللانشر، كل حاجة موجودة في It's all الحساب. in the mind. اوكي مش هعمل لكم استعراض لسكنات البنات عشان انا عارف الناس هتمل من الاستعراض، فمالوش It's لازمه ان all انا in اعمل the استعراض mind. لسكنات البنات. دي حسابي، ده حسابي الجديد يا شباب بعد تبنيد الحساب الاول، كل حاجه شفتوها وكل حاجه عرفتوها عن حسابي الجديد It's all زي ما انتوا in the شفتوا. mind. اوكي يا شباب في الفيديو ده ان شاء الله زي ما انتوا شايفين مستمرين في السلسله، اول شخص يشوف الفيديو يحط لايك وكومنت على الفيديوهات من هنا ورايح، يعمل لي منشن على انستجرام ان هو It's اول all شخص in the يجي mind. يستلم الهدية It's الخاصة all بيه in the ان mind. شاء الله كل فيديو كده. فما تنساش تحط انت اول اشعار ما يجي لك على الهاتف بتاعك، ادخل على الفيديو حط لايك وكومنت واعمل لي منشن عشان تاخد الهدية بتاعتك. اوكي يا شباب في ناس كتير جدا مش بيوصلها الاشعارات، فبتمنى ان انت لو قاعد دلوقتي مش مشترك معانا اشترك وفعل زر الجرس، لو كمان مش حاطط لايك على الفيديو حط لايك واكتب لنا رأيك عن الحساب في It's الكومنتات. all in the والحمد لله mind. على الحساب اللي راح وانا مكمل معاكم ومستمر معاكم، شكرا ليكم شكرا على دعمكم. وكده كل حاجة في فيديو النهاردة، بتمنى It's مكونش all طولت in the عليكم mind. وسلام.